نعم، في تصوري أننا لا ينبغي أن نستخدم مصطلح صلاح فساد، وإنما المصطلح الأنسب هو الذي صرح به السيد غسان سلامة منذ سنة تقريبا، وهي أن البلاد تتعرض إلى نهب ممنهج، ويتم ذلك بالتعاون مع أطراف دولية. إذن ما كشفت عنه التقارير وما تحدث عنه القنصل الليبي السابق في الإسكندرية السيد عادل الحاسي ربما يكون هو فقط جبل الجليد، وما خفي كان أعظم. التقارير الدولية المتوالية خلال السنوات الماضية تؤكد أن ليبيا تحوز ترتيبا متقدما على مستوى الدول الفاسدة، الدول نعم. التي تعاني من الفساد المالي من أكثر ست والإداري. دول في العالم. نعم، ربما في بعض الأحيان أو في بعض السنوات لا تسبقنا إلا العراق والصومال، نحن نأتي تقريبا في الترتيب الثالث أو الرابع بعد الصومال والعراق والسودان، ولم يتغير هذا الحال. إذن بالفعل البلاد تتعرض إلى نهب ممنهج، للأسف يتم من قبل الجهات المسؤولة أو الذين يديرون الشأن العام الآن أو الذين يحكمون البلاد الآن، ويبدو أن هذه المؤسسات قد تحولت إلى أوكار للفساد. إنهم لا يشعرون بالعار، الليبيون يقفون في طوابير أمام المصارف لكي يحصلوا على جزء من مرتباتهم، وهم ينهبون الدولة بهذا الشكل. أنا أتصور أننا لو فتح تحقيق جدي في النهب الذي تعرضت له البلاد على الأقل بعد ثورة فبراير لربما نصدم جميعا، وربما لا نجد إلا شخصيات قليلة قد لا تعد على أصابع اليد الواحدة التي لم يطالها الفساد ولم تمد يدها إلى المال الحرام الذي هو مال الليبيين جميعا أو هكذا. نعم، ينبغي. لكن سيد نعم. عبد الله، يعني من الملاحظ يعني رغم انتشار الفساد في كل القطاعات من مختلف القطاعات، لماذا نلاحظ أنه يكثر ربما في البعثات الدبلوماسية والإفاد للخارج والقنصليات والسفارات الليبية في الخارج، لماذا يكثر فيها الفساد والنهب كما ذكرت؟ لأن في اعتقادي السفارات والقنصليات تحول لها أموال طائلة لإدارتها على الأقل خلال السنوات الماضية قبل أن تبدأ الحكومة الوفاق في بعض إجراءات التقشف. أيضا المرتبات في السفارات والحكومات تكون بالعملة الصعبة، بالدولار أو باليورو أو بالباوند. أيضا ربما يضاف سبب آخر، وهي أن البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات بعيدة عن أي رقابة إدارية تتم داخل البلاد. هذه السفارات هي في الخارج، إذا تكلمنا عن سفارة مصر وقنصليتنا في مصر تحديدا وهي مثار الأزمة الأخيرة، خلال العامين الماضيين وقعت الكثير من الإشكاليات حول من يتولى القنصلية، هناك صراع وصل إلى حد اقتحام القنصلية، هناك شخصيات معروفة ذكرها السيد عادل الحاسي من بينها محمد الدرسي أو محمد صالح الدرسي إحدى الشخصيات الموجودة في السفارة. هذا الصراع ليس لوجه الله وليس لأجل الدولة الليبية أو لخدمة الجالية الليبية في مصر، وإنما هو من أجل الاستحواذ على النفوذ وعلى الإمكانيات التي ستوفرها السفارة في مصر. الأمر نفسه ينسحب على باقي السفارات والقنصليات بنسب متفاوتة، وربما لم يظهر إلى العلن، ولكننا نتمنى أن يكون هناك شرفاء وطنيون في كل المواقع الليبية، في السفارات، في القنصليات، في كل البعثات الدبلوماسية، في الإدارات داخل البلاد. عليهم أن يجهروا بالحقيقة، عليهم أن يتكلموا عن أي فساد يرونه ظاهرا أمام أعينهم، ويفضل أن تكون لديهم مستندات أو يحاولوا أن يحصلوا على مستندات. فإذا لم يكن من الممكن المحاسبة الآن، لأنه لابد أن نعترف لا وجود لدولة في ليبيا الآن، وربما ليست هناك أي مؤسسة محصنة من الفساد الآن، ولكن ربما يأتي وقت في المستقبل ونحاسب كل هؤلاء الفاسدين. نعم. طيب، يعني سيد عبد الله، في سؤال أخير، رغم أن الملايين والمليارات لا زالت تنهب كل سنة من ليبيا والليبيون ما زالون يزالون أمام المصارف لا يحصلون على مرتبات شهرية، برأيك
لماذا هذه السلبية من الليبيين؟ لا توجد مظاهرات، لا يلقي الليبي اليوم بالا لهذه، أو لا يفهم ربما مصطلح الجريمة الاقتصادية رغم كل ما يمر به، سرق الوقود، سرقت الأموال ولم تورد السلع وصولا إلى هذه الأموال الكبيرة، ورغم هذا لا وجود لمحاسبة أي مسؤول أو أي شخص أو حتى سجن أو محاكمة لأي شخص قام بسرقة الملايين من قوت الليبيين وهم في أمس الحاجة له. هذا سؤال بالغ الأهمية. للأسف أولا لا توجد قيادات في المجتمع المدني موثوق فيها توجهها وطني. للأسف أغلب المنظمات الموجودة الآن انزلقت إلى الاستقطاب السياسي أو استجابت للاستقطاب السياسي، لذلك حتى المواطن لم يعد يثق فيها. لا توجد قيادات وطنية حقيقية قادرة على تحريك الشارع، هذا السبب الأول. السبب الثاني، المواطن للأسف منهك ومنذ ساعات الصباح الأولى وهو يطارد قوته اليومي، وهو يسعى إلى الحصول على جزء من مرتبه من المصرف، ثم يذهب إلى محاولة الحصول على مواد غذائية بسعر مخفض. في بعض المناطق قد يقف ساعات طويلة من أجل الحصول على بنزين. أنهك المواطن وهو يطارد الشؤون التي يصرف بها يومه، ولكن في الحقيقة الأمر لم يعد قابلا للسكوت. أنا الحقيقة أتمنى من الليبيين أن يخرجوا في مظاهرات سلمية، لا نريد عنف ولا نريد قتال، فقط تعبير عن الرأي، وهذا الرأي لا ينبغي أن يكون إلا في اتجاه واحد، وهو أن كل الأجسام الموجودة الآن فقدت شرعيتها، وليست السياسية فحسب وإنما حتى الأخلاقية بعد أن ترد حال المواطن الليبي إلى هذا الدرك، وعليهم أن يطالبوهم بالرحيل فورا. عند هذه النقطة سيد عبد الله، كل هذا يعني أين يضع المجلس الرئاسي الذي ربما يعني تعهد بتحسين الوضع المعيشي للليبيين وتحسين الوضع الأمني، فشل في الوضع الأمني وأيضا فشل في تحسين الوضع المعيشي، بل وظهر تورطه اليوم وتورط أعضاء تابعين للرئاسي في قضايا فساد واتهامات وأموال بالملايين تنهب، أين يضع المجلس الرئاسي هذا؟ المجلس الرئاسي بل وكل قيادات البلاد الآن فشلها واضح وليس بحاجة إلى دليل. حكومة الوفاق والمجلس الوطني أو المجلس الرئاسي أمام هذه الفضيحة وهذا الإعلان من قبل القنصل الليبي السابق، عليهم أن يفتحوا تحقيق جدي في هذا الموضوع ويكاشفوا الناس بما توصلوا إليه من نتائج، وأن يعلنوا هذه الحقيقة، حتى إذا لم يكن بالإمكان معاقبة الذين تورطوا في الأموال الليبية أو الذين نهبوا أموال الدولة الليبية، على الأقل يتوقفوا عن الادعاء أمام الليبيين بأنهم وطنيون وأنهم حريصون على مصلحة البلاد. هذا أقل ما يمكن أن ننتظره من المجلس الرئاسي. يعني الحقيقة أن ما حصل بالأمس والتصريحات التي حصلت في الأمس، كان يفترض على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق أن تقدم استقالتها فوراً إزاء هذا الفساد وهذا التخريب للسفارات الليبية والبعثات الدبلوماسية في الخارج، ولكن نحن ربما لا نطالبهم الآن بالاستقالة، نعرف أنهم لن يستقيلوا، وأن السلطة في بلادنا يبدو أنه قدر أن من يكون في السلطة لن يزال إلا بالقوة كما فعلنا مع القذافي، وبالتالي أقل ما نطالبهم به الآن هو التحقيق في هذه الوقائع، وأيضا نطالب السيد النائب العام بالتحقيق في تصريحات السيد عادل الحاسي، وعلى المجتمع الليبي وعلى الشعب الليبي أن يكون يقظا وأن يتابع تطورات هذه القضية حتى نصل إلى الحقيقة فيها.